نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطنية بالجزائر حملة تخصيصية للتعريف بمؤسسة الدرك الوطني مع شرح شروط التجنيد الموضوعة من طرف القيادة وكل ما يتعلق بالملف وكيفية التسجيل. الشباب الراغبين على الانخراط في صفوف الدرك الوطني لفئة الرتباء المتعاقدين، كما تم توزيع مطويات في هذا الشأن. الحملة مست إذن مختلف الثانويات ومراكز التكوين المهني والمرافق العمومية، بالإضافة إلى نقاط المراقبة الموزعة عبر إقليم المجموعة. فتحت مؤسسة الدرك الوطني من خلال وحداتها الإقليمية على مستوى التراب الوطني أبوابها لاستقبال الشباب الراغبين الانخراط في صفوف الدرك الوطني لفئة الرتباء المتعاقدين. لهذا الغرض نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر حملة تحسيسية للتعريف بمؤسسة الدرك الوطني مع شرح شروط التجنيد الموضوعة من طرف القيادة وكل ما يتعلق بالملف وكيفية التسجيل، كما تم توزيع مطويات في هذا الشأن. مست هذه الحملة مختلف الثانويات ومراكز التكوين المهني والمرافق العمومية، بالإضافة إلى نقاط المراقبة الموزعة عبر إقليم المجموعة. للمزيد من المعلومات حول شروط التجنيد على الشباب الراغبين التقرب إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر أو مقر الفرقة الإقليمية التابعة لها.